وإلى متابعة أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. تضاءل فرص ربيعة في اللحاق بالمونديال. الجمهورية، البدري يبحث في أوراق الأهلي. المساء، استعدادا للمقاولون العرب بالطوارئ في تدريبات الأهلي. الأخبار، الأهلي يبحث عن العشرة الطيبة في لقاء الذئاب الثاني. الوفد، فتحي ينهي أزمة الدفاع أمام المقاولون. المصري اليوم، خالد مرتجي يمثل الأهلي في اجتماع اتحاد الكرة لحسم عودة الجماهير. الوطن سبورت، معلول يغيب عن الأهلي أمام الأسيوطي. وفي الشروق، الاختبار الطبي يحسم موقف هاني. اليوم السابع، مدرب الأهلي نتحدى الغيابات في مباراة الذئاب. فيتو، الأهلي يعلن جاهزية وليد سليمان لمواجهة المقاولون. يورو سبورت عربية، الأهلي يتخطى حاجز 50 هدفا للمرة 20 في الدوري. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة الأهلي، دمتم في أمان الله.